بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معاكم دكتور طارق الوليلي، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة اسكندرية. الجزء ده الحقيقة هنتكلم على الكلام الجديد خالص اللي طلع في كل العالم اليومين اللي فاتوا، وكلامهم على علاقة الفيروس اللي هو كوفيد 19 بتطعيم الضرر اللي هو البي سي جي. لأن الكلام الحقيقة، هل هو هيستخدم كعلاج ولا هيستخدم كوقاية؟ وده اللي احنا هنعرض له في الايه كام ثانيه اللي جايين دول. كل ده الحقيقه لسه قيد البحث، ولسه اجدد حاجه اتلعبت من كام يوم انهم في استراليا هيدوا جرعه من التطعيم ده ل 4000 واحد من اللي بيشتغلوا في الايه في المجال الطبي، عشان يشوفوا نتائجها عليهم، هل ده هيقلل فرصتهم في التعرض للفيروس او مقاومته ولا لا. وابتدى زيها في هولندا، في المانيا، في انجلترا، عشان يعملوا دراسات مشابهه. وبالتالي نقدر نقول والله في الوقت ده فعلا الناس اللي اخذوا البي سي جي دول اقل عرضه، او ان البي سي جي ممكن ينفع في العلاج على اساس بصوره او باخرى هو بينشط جهاز المناعه بتاع الفرد قبل ما يوصل له المرض وقبل ما يتجنب معاه. احنا كلنا بندعي ربنا ان احنا نوصل بسرعه لعلاج، نوصل بسرعه للقاح او تطعيم يمنع وصول الايه الفيروس القاتل ده لنا ولأولادنا ولمجتمعنا ولكل الناس اللي حوالينا وكل العالم. وعشان كده الحقيقة اللي في ايدنا دلوقتي فعلا ان احنا نمنع انتشار الفيروس. طب نمنعه ازاي؟ ان احنا نقعد ونقلل التعرض للايه للآخرين على اطول فترة ممكنة، وربنا يجيب الشفاء والايه من عنده، ونرجع لربنا تاني وندعي لربنا كلنا ان احنا يزيح عننا الغمة، وربنا يقدرنا ويقدركم على أبور هذه المحل. شكرا جزيلا.